قام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس بعثة الشرف المرافقة لسمو ولي العهد الأردن بزيارة إلى مجلس التنمية الاقتصادية صباح اليوم، حيث اطلع سموه خلال الجولة على إدارات وأقسام مجلس التنمية الاقتصادية وما تقوم به من مهام، واستمع سموه إلى شرح مفصل قدمه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية السيد خالد الرميحي حول تجربة البحرين في مجال الترويج الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب دور المجلس في تحفيز القطاع الخاص والتسهيلات التي يوفرها للمستثمرين، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين، كما تم عرض أبرز المشاريع التي يتم العمل عليها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتتضمن العديد من المشاريع الحيوية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في النفط والغاز والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والاتصالات والصناعات التحويلية والخدمات المالية التي تمثل إحدى وجوه المبادرة والشراكة مع القطاع الخاص. من جانبه أشاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن بدور مجلس التنمية الاقتصادية الريادي في مجالات الترويج الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب ودعم مشاريعهم، لافتا سموه إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في هذا المجال.